احنا معانا في المقادير استاذه رحاب بعد اذنك شوربه قصدي لسان العصفور بالطماطم صيامي. نشوف مقاديره على الشاشه عشان اشتغل فيه بعد اذنك. معانا طماطم، معانا لسان عصفور في الحله بيتحمر، ومعانا شويه شوربه على النار. المقادير بتاعته على الشاشه. لسان عصفور بيتحمر مع زيت او زبده، ده صيامي بلاش الزبده. حمرنا لسان العصفور على الشاشه اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لون كهرمانه كهرمانه اهو اهو زي الفل. عينيا يا باشا، خلونا نغطي الخبيزه اهو. اخبار الخبيزه ايه؟ طبعا كل ما تتعرض على النار بالشكل ده كده كل ما ايه بتخس. خلي بالك هنغطيها شويه انا عايزها تهبط شويه. ادي لسان العصفور على النار، سمعنا الصوت ده، صوت لسان العصفور، صوت الشعريه وهي بتتحمر مع رز بالشعريه. قلب الصغير لا يتحمل للامانه الريحه والطعم. ورق لورا وحبهان، فصين من القرنفل، ونحمر لسان العصفور بالشكل ده كده اهو. وانا بحمره بنزل ببصلايه حلوه كده علشان تبقى اهو ده كده اهو حلو. وهكمل تحمير، تقوم البصلايه تاخد لون، بس اللون لسان العصفور هو اللي يبقى غالي. معانا فص ثوم حلو قوي. ناخد صوص الطماطم بتاعنا الجميل، وخلص كده لسان العصفور بالطماطم اهو يا ويلي. هو ده الشوربه بتاعت اللطيفه، بصفيها اهي. اللهم صل على النبي، خلي بالك على الشيء. اوبا هو ده شكرا. شفت انا شغال ازاي؟ ونقلب. خلص لسان العصفور يا عم الشيف. للامانه معلقه سكر حلوه كده عشان اللي معاه مشاكل مع الحموضه. دايما طالما بتستخدمي صوص طماطم البهارات بتاعت الاكله الحلوه دي كده، ملح فلفل، واظبطي التوابل بتاعتك، سنه بابريكا صغيره. وده صيامي نقلبه على النار. هو ده خلص. ده نغطيه يا عم الشيف مخرجنا، نغطيه. بص عليه كده نظره اهو، ده حلو قوي. لسان العصفور هيستوي مع صوص الطماطم اللطيف ده كده، تاكل صوابعك وراه. عايزاه سبايسي يبقى لطيف وجميل. حلو لطاجن صيامي لطيف وجميل، نقدر نقول طاجن لسان العصفور بالطماطم، شوربه لسان العصفور بالطماطم. امتى تسمى شوربه لسان العصفور بالطماطم؟ لو كترنا الشوربه اللي معانا دي، قللنا الشوربه اللي معانا دي، بقى طاجن لسان العصفور بالطماطم. عايزاه سبايسي مش عايزاه سبايسي حسب الرغبه، ولكن ما تنسيش معلقه سكر في قلب الطاجن ده كده عشان مشاكل الحموضه. نغرفه مع بعض. عينيا يا غاله، هوريك دلوقتي الخبيزه، هوريها لك دلوقتي، هوريك جمالها ودلعها وهي بتتكلم مصري في قلب الفرن. الله ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. دي عايزه شويه بقدونس. الله الله، دايما بتحطي بقدونس او كزبره خضراء للطواجن او للشوربه، حطيها قبل التقديم مباشره. ناخدها مع بعض كده ونغرفها عشان نخلص منها، عشان عايز اطلع قنبله من الفرن. اللهم صل على النبي. دي مكانها فين هنا؟ يلا اوبا. دي صيامي؟ صيامي 100%. نغرفها مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اهو ما ينفعش. عينيا عايز كده يعني؟ عينيا اهو اهو. حاضر حاضر. مخرج عايز يستعرض الابداع والفن اهو. عينيا اوبا. الطاجن بتاعنا الحله بتاعتنا. يلا هو ده، ده لسان العصفور بالطماطم. نروق عليه كده يا عم الشيف زي الفل. نطلع الخبيزه من الفرن. اللهم صل على النبي. وانت بتقدمي الطماطم دي او مع لسان العصفور، انا شخصيا احب اقدم معاها شويه رز ابيض. معانا رز ابيض؟ معانا رز ابيض. تبقى لطيفه وحلوه. ده مكانها كده تمام.